أعرف الكثير. ولد ذكي، ولد خطير. قل لي يا كنعان يا أخطر خطير، نعم، ماذا عن الحياة وما هو التفكير؟ الجواب عندي لا يحتاج مني حتى أن أفكر أو أقرأ كتاب. يا سلام، كنعان يا صديقي، نعم، تواضع يا رفيقي، أرجوك تتنازل واخبر الأحباب. الحياة في رأيي لهو ولعب، لا، والتفكير ملكي، لا بحث ولا تعب. يا كنعان، الحياة في رأيي جد وتعب. يا سلام، هيا اقرأ كتابا من زرع حصد. يا أحمد، أحمد كنعان، أحمد كنعان، أحمد كنعان، سينة الفتيان. أحمد كنعان، أحمد كنعان، أحمد كنعان، سينة الفتيان. ماذا تفعل يا كنعان؟ شت، أخفض صوتك يا أحمد، فأنا ماهر جدا برمي النبال. لا تضربها. لماذا رميت القطة بالنبلة؟ كنت أطمئن على مهارتي في رمي النبال. ولكنك أصبتها بالفعل. إنها تريد الهرب، لنتركها تهرب. بل نتبعها. انظر، إنهم أولادها وهي مصابة. كيف لها الآن أن تبحث عن طعام لتأكله ثم ترضعهم؟ لم أكن أعلم أنها أم لتلك القطط الصغيرة. ما كان يجب عليك أن تصيب هذه القطة أو أي حيوان آخر. عليك الرفق بالحيوانات، فهم مخلوقات تشاركنا الحياة فوق كوكبنا هذا. أحمد، أنا نادم كثيرا على ما فعلت. علينا أولاً أن نعالج الأم. سأخذها إلى الطبيب البيطري. حسناً، وأنا سأذهب لشراء الحليب من السوق المركزي لهؤلاء القطط الصغار. أحسن، هيا. غودي 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 غودي، هيا يا صغاري، ها هو الحليب، وسوف تأتي أمكما بعد قليل. لا تخافوا، فأنا لن أقوم بإذاء أي حيوان بعد الآن. هيا اشربوا، هيا، كودي كودي كودي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد، ماذا قال الطبيب البيطري؟ إنها إصابة بسيطة، سيمكنها أن تقف على قدميها خلال 5 أيام. إذن سأطعمها حتى تتعافى. أحسنت يا كنعان. هيا يا قطتي، فلتأكلي حتى يمكنك السير على قدميك، وحتى أطمئن على موهبتي في رمي النبال مرة أخرى. إنها تأكل. إياك أن تطمئن على موهبتك في رمي النبال مع الحيوانات مرة أخرى. كلا يا أحمد، كلا كلا. انظر يا أحمد، إنه يتبعونني. لقد حذرتني من ممارسة موهبتي في رمي النبال مع الحيوانات يا أحمد، أليس كذلك؟ بلى، حدث. والآن لدي رغبة شديدة في التصويب على الإنسان. كلا كلا، انتظر يا أحمد، انتظر. لو أصبتك سأعالجك كما عالجت القطط. هاي، أحمد كنعان.
عبقري أعرف الكثير. أه؟ ولد ذكي ولد خطير. قل لي يا كنعان يا أخطر خطير. نعم. ماذا عن الحياة وما هو التفكير؟ الجواب عندي لا يحتاج مني حتى أن أفكر أو أقرأ كتاب. يا سلام كنعان يا صديقي. نعم. تواضع يا رفيقي أرجوك تتنازل. أه؟ واخبر الأحباب. الحياة في رأيي لهو